طيب كده كده انا لسه هبدا اول على البي اتش، تمام كده. احنا خلاص اتكلمنا على البي اتش من شويه، واتكلمنا قلنا ان البي اتش ده هو الاس الهيدروجيني او درجه الحموضه او تركيز الهيدروجين. اتكلمنا على السكيل ده، واتفقنا ان السكيل ده بيبدا من صفر لحد 14، وان الميه الطبيعيه المفروض ان انا اشربها هي عند 7. اتكلمنا بعد كده، قلنا ان في ثلاث كلمات طول دايما بتسال بيهم في الامتحان او مهم قوي ان انا اعرفها، اللي هي الحموضيه والقاعديه والقاعديه الكامله. تمام كده، في مشكله في الصوت دلوقتي ولا تمام؟ في تحسن يا باشمهندس ملحوظ. طيب يلا هو هيتحسن دلوقتي، هيتحسن دلوقتي، وكده كده التسجيل هيبقى ايه يعني، ان شاء الله بعد كده في الفيديو هيبقى كويس ان شاء الله. ان طيب شاء اول الله. حاجه هنتكلم على الاساسي اللي هي الحمضيه، وقلنا دي قدره الميه الاحتياطيه لتوليد الهيدروجين الاضافيه في عمليات مختلفه. يعني كل ما يكون في عنصر الهيدروجين كل ما قيمه النسبه دي تزيد، كل ما الميه تبقى قاعديه اكبر، عفوا كل ما الميه تبقى حامضيه اكتر. فالاساس دي او الحمضيه قدره الميه نفسها انها تزود من عدد ايونات الهيدروجين، فبالتالي تجيها اكثر انها تبقى طبعا ده احنا مش عايزينه، بس ممكن يحصل الميه تتحول من النوترال اللي هو المتعادل للحمضيه عن طريق زياده عدد ايونات الهيدروجين. لكن القاعديه العكس، القاعديه هي عايزه تحيد الحمض، عايزه تقلل من عدد ايونات الهيدروجين، عايزه تخلي قيمه الاو اتش اللي هو الهيدروكسيد اكبر من قيمه الاتش، يعني قيمه الاتش قليله يعني، فبالتالي توصل انها تبقى ايه، تبقى بيزك او تبقى الفاميتي اللي هي الايه، اللي هي القاعديه او القواعد. يعني كاملة بقى، ايه الفرق بين القاعديه والقاعديه العاديه؟ القاعديه الكامله هي قياس لتركيز جميع المواد القلويه الذائبه في الميه. يعني ايه؟ دلوقتي انا ممكن ان انا انزل الموقع واقيس قيمه البي اتش، ده قيمه البي اتش معايا 5 او 6 او 7، فاقدر اقول ان الميه قاعديه او حامضيه. لكن لو انا ما اقدرش اقيس قيمه البي اتش، في جهاز تاني او في طريقه تانيه بتقيس حاجه اسمها التوتال الكرنتي، او بتقيس القاعديه كامله، وبتشوف كميه المواد القلويه اللي تخلي القلويه قد ايه. فلو الرقم ده زاد معناها ان اكيد قيمه البي اتش اكبر من 7، فالميه بتتيجي انها تكون قاعديه، تكون قاعديه. فبالتالي احنا بنقول هنا كده ان التوتال الكرنت دي ده مقياس او مؤشر غير قيمه البي اتش، عن طريقه بقدر احدد كميه المواد القلويه الذائبه في الميه، وبالتالي اقدر اشوف قيمه البي اتش عن طريقها. اقدر اميز او قيمه البي اتش لو التوتال الكرنت كبيره يبقى اكيد البي اتش اكبر من 7، لو قيمه التوتال الكرنت قليله فمعناها ان قيمه البي اتش اقل من ايه؟ اقل من 7. يبقى باختصار شديد قوي الجزء بتاع البي اتش محتاج اعرف يعني ايه بي اتش، قلنا عليه هو اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين، ده رقم واحد. عن طريقه بقى اعرف الميه اللي انا بستخدمها دي حامضيه ولا قاعديه ولا متعادله. الحاجه الثانيه اتفقنا عليها برضو ان ما ينفعش قيمه البي اتش تقل قوي، عشان ممكن لو وصلت لحد 4.2 الميه بتبقى غير صالحه، يعني الجزء ده كله كده غير صالح لنمو الاسماك او لعيش الاسماك. لازم يعني لكن تعرضت لامطار حامضيه كبيره والمطر في الحاله دي بقى حامضي، دايما بنلاقي الاسماك الموجوده في البحيره دي ماتت وطافت على السطح. ايه السبب؟ ان الميه تحولت انها تبقى ميه عاديه خالص، او تقترب من انها تبقى ميه بيور، تحولت لميه حامضيه. فالميه الحامضيه دي ما يقدرش الاسماك تعيش فيها. طيب دي بالنسبه لقيمه البيتش. برضه اتفقنا على في فرق بين حاجه اسمها الاسيدتي اللي هي حمضيه، دي لو قيمه الاتش كبيره، القاعديه لو حيدنا الاتش وزودنا الاو اتش فبالتالي بقت قاعديه. التوتال الكوانتيتي قلنا اتفقنا لو انا بتكلم على ان انا عايز اقيس كميه المواد القاعديه او المواد اللي بتخلي الميه قاعديه الموجوده في الميه، بقيس حاجه اسمها التوتال الكوانتيتي. لو انا قست التوتال الكوانتيتي ولقيتها قيمتها
كبيره معناها ان الميه قاعديه، لقيت قيمتها قليله فمعناها ان الميه ممكن تبقى حامضيه. طب ايه بقى الحاجات البي اتش نفسه ده ممكن يزيد او يقل على اساس ايه؟ طبعا قبل ما نقول ممكن يزيد او يقل على اساس ايه، طبعا قيمه البي اتش دي مهمه قوي، لانها لو بقت حمضيه او قاعديه ممكن تاثر على الانسان وتاثر على البيئه المائيه، لان مهم قوي ان انا ما يكونش الميه عندي حامضيه فتاثر على ميه الشرب، او نفس القصه القاعديه فبرضه هتبقى ميه غير صالحه للاستخدام، سواء كان في العمليات الغسيل الاواني او الاطباق او حتى في المصانع اللي ممكن تستخدم الميه. لان حتى مثلا الميه اللي قيمه البي اتش فيها اقل من 4 او اكبر من 11، في الحاله دي انا ما اقدرش حتى اعمل عمليه معالجه. احنا عارفين ان انا المفروض لو انا عندي تبعه او ميه او نهر وحط هنا حط محطه معالجه وباخد الميه من التبعه، بعملها عمليه معالجه قبل ما استخدمها. فانا لازم قبل ما اعمل عمليه المعالجه دي بقيس قيمه البي اتش. فلو انا لو لقيت قيمه البي اتش في الميه اقل من 4 او اكبر من 11، صعب قوي عمليه المعالجه، المعالجه الثلاثيه او الخماسيه او السبعيه حتى، تبقى صعب قوي ان انا اشتغل على ميه الميه فيها حامضيه كبيره او الميه فيها قاعديه. وزي ما اتفقنا برضو على ان لو البي اتش نفسه برضو حمضي او كبير قوي، ده ممكن يؤدي الى تاكل المواسير بتاعه الميه اللي سواء كانت الموجوده في البيوت او المواسير اللي بتخش جوه المحطه بتاعه المعالجه، فبالتالي ممكن يحصل لها عمليه تاكل، فبالتالي ما اقدرش انا اعمل عمليه معالجه للميه دي. كمان المصانع نفسها اللي هي بتاعه الغزل والنسيج او اللي بتستخدم الميه في عمليات الصناعه، لو قيمه البي اتش مش مظبوطه مش هينفع تعمل عمليه صبغ للجلود، مش هتعرف تعمل عمليه اي عمليه من عمليات الصناعه. يبقى انا لو قال لي في الامتحان ايه هي اهميه ان انا اقيس قيمه البي اتش، هقول له ان انا المفروض رقم واحد ان انا لازم اما اجي اشرب ميه او اجي اتعامل مع ميه لازم تكون متعادله، ما ينفعش تكون حامضيه او قاعديه، وان الكائنات الحيه الموجوده في الميه حساسه جدا تجاه قيمه البي اتش. رقم 2 ان الاسماك الموجوده في الميه لو قيمه البي اتش اقل من 4.2 هيحصل لها انها تموت. رقم 2. رقم 3 صعب جدا ان انا اعمل عمليه معالجه للميه لو كانت قيمه البي اتش اقل من 4 او اكبر من 11، يبقى صعب قوي ان انا اعمل عمليه معالجه للميه بالذات لو الميه كانت ميه صرف صحي. كمان رقم 5 رقم 4 لسه الصناعه لازم يكون قيمه البي اتش الموجوده عندي في الميه اللي انا بستخدمها دي مناسبه، بحيث عمليه الصناعه زي صناعه الجلود والغزل والنسيج تحتاج قيمه معينه للبي اتش، ما ينفعش انها تبقى حامضيه او قاعديه. طبعا اهم حاجه طبعا ميه الشرب زي ما اتكلمنا في الاول، واخر حاجه قلنا عليها برضو انها ممكن لو قيمه البي اتش اقل من 4 او حامضيه بدرجه كبيره، ده ممكن ياثر كمان عندي على الانابيب، يحصل تاكل للانابيب بتاعت محطات ميه الشرب، وبالتالي دي تبقى مشكله جدا في نقل الايه؟ نقل الميه من مكان لمكان او توصيل الميه للمستخدمين. طب ايه بقى حد ممكن يقول لي ايه اللي ممكن ياثر يخلي قيمه البي اتش تبقى حامضي وايه اللي يخلي البي اتش تبقى قاعدي؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تنضاف للميه فتخلي الميه دي حامضيه او ممكن تخليها قاعديه؟ حد عنده اجابه؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تخلي الميه حامضية وإيه الحاجة اللي ممكن تخلي المية قاعدية؟ طبعا اللي ممكن يخلي المية حامضية لو أنا عندي حاجة اسمها أمطار حامضية، زي ما اتكلمنا قبل كده وشرحنا إن في حاجة اسمها أمطار حامضية، الأمطار دي فيها كمية كبيرة جدا من الأحماض، فبالتالي هتأثر بصورة كبيرة جدا على المية فترفع قيمة البي اتش. يبقى والأمطار الحامضية دي أصلها جاي منين؟ الأمطار الحامضية دي جايه من عوادم السيارات، جايه من مثلا المداخن بتاعت المصانع تكون فيها نسبه عاليه جدا من ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي ده ممكن ياثر او ممكن يعمل سحب من الامطار الحامضيه لو نزلت على الميه تخليها حامضي. طب ايه اللي ممكن يخلي الميه قاعدي؟ الاحجار دي اقرب انها تكون احجار قاعديه او فيها احماض او فيها
فيها صخور قاعديه يعني فيها قلويه عاليه، والميه وهي بتتحرك ممكن تنقل الايه، تنقل الاحمر القلويات دي جوه الميه. كمان نفس القصه لو انا المنازل، ساعات المنازل دي بيكون فيها بواقي طعام، بواقي صابون، بواقي مثلا شيء او حاجات من المواد الغازيه دي بتبقى قاعديه شيء. القاعديه دي برضو ممكن ترفع من درجه القاعديه بتاعه الايه، بتاعه الميه على حمضيه او قاعديه الميه. هي ممكن الصناعات الموجوده عندي، الامطار الحمضيه الموجوده، المياه الصرف الصحي اللي ممكن تتسكب في الترع، ممكن تزيد من او قاعديه الميه على حسب الايونات او حسب الظبط. ده بالنسبه لقيمه الايه، قيمه البي اتش. في حد عنده اي سؤال في البي اتش يا جماعه؟ معلش بس القاعديه بس كانت تزيد ازاي يا باشمهندس؟ معلش يا باشمهندس، كان حضرتك صوتك بيقطع، بس ممكن تقول لنا بس الاسباب بتاعت الحمضيه والقاعديه بسرعه عشان نكتبها؟ طب تمام. اول حاجه بالنسبه للحمضيه، رقم واحد هو الامطار الحامضيه. الامطار الحامضيه تبقى جايه منين؟ جايه من عوادم السيارات او المداخل بتاعت المصانع، بيبقى فيها نسبه عاليه جدا من ثاني اكسيد الكبريت او ثاني اكسيد الكربون او النيتروجين، فبالتالي بيرفع من قيمه او من الحامضية، أو بيخلي في سحب أو أمطار حامضية، ودي بترفع من قيمة البي اتش، عفوا بتقلل من قيمة البي اتش، فبالتالي المية بتبقى حامضية. تمام كده؟ ده أهم سبب على فكرة. هو إيه؟ هو الـ الأمطار الحامضية دي أكتر حاجة بترفع، عفوا أكتر حاجة بتقلل من قيمة البي اتش، فبتخلي المية حامضية. لكن الناحية التانية بقى، إيه الحاجات اللي ممكن تزود القاعدية؟ لو في حاجه طبيعيه، يعني لو ترع او المجرى المائي اللي انا بشتغل فيه في احجار، مثلا احجار دي كل مره يا باشمهندس. معلش يا باشمهندس، هي القاعديه برضك صوت حضرتك جه في نفس الحته وقطع في الحق في القاعديه برضه. والله هقولها تاني. انا بتبعد تخيل مش عارف اتخيل. طب خلينا نتكلم، معلش خلينا نتكلم. ماشي. القاعديه امتى امتى الميه تبقى قاعديه، او ايه الحاجات اللي بتخلي الميه قاعديه؟ دي حاجه طبيعيه. يعني ايه طبيعيه؟ يعني لو الصخور او الطوبه الملاصقه او الموجوده جنب الميه فيها صخور جيليه او فيها حجر جيلي، والميه جت احتكت بيها بصوره مباشره او كبيره، يعني مثلا في عمليه تعدين، مثلا في صخور موجوده فيها قاعديه كبيره، دي اللي ممكن تسبب قاعديه الميه. ماشي كده؟ طيب في ده حاجه طبيعيه ممكن تحصل. طب ايه بقى حاجه صناعيه ثانيه ممكن تخلي الميه حامضيه او قاعديه؟ هي ميه الصرف الصحي اللي تطلع من المنازل او بتطلع من المصانع. لو الميه اللي جايه دي اللي تطلع من المنزل دي فيها حموضه عاليه، يعني مثلا فيها بواقي، مثلا حاجات فيها حموضه عاليه، ليمون مثلا، فيها مثلا حاجات فيها خلت الحموضه بتاعت الميه تبقى عاليه، دي تخلي الميه حامضيه. لو المصارف بتصب على الترعه فيها قيمه، فيها حامضيه عاليه. طيب لو مصارف ثانيه بس فيها قاعديه كبيره، يعني فيها مثلا مخلفات الميه زي مثلا الامونيا، فيها مثلا ميه الصابون، دي كلها بتخلي الميه قاعديه. طيب فالحاجات دي بترفع من قاعديه الميه. يبقى الحامضيه اسبابها رئيسيه وجود امطار حامضيه، القاعديه اسبابها رئيسيه وجود احجار جيليه ملاصقه بالميه. لكن ميه الصرف الصحي دي اما انها تسبب حامضيه للميه او تسبب قاعديه، على حسب الميه اللي طالعه من المصارف دي، هل هي فيها صرف صحي، فيها اغلبيه الميه فيها حامضيه فتقلل من قيمه البي اتش، ولا اغلبيه الميه فيها قاعديه فتزود من قيمه البي اتش. يا رب تكون وصلت كده؟ وصلت يا باشمهندس. تمام الحمد لله. طيب كده خلصنا قيمه البي اتش. نتكلم بقى على عنصر ثاني مهم عندنا، اللي هو عنصر الميجور انيونز او العناصر الرئيسيه. هو في دي في الصوره؟ ماشي. الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي احنا لازم نقيسها دايما في الكيميكالز هي الميجور انيون او الاملاح او الايونات الرئيسيه. يعني ايه ايونات رئيسيه او الاملاح الرئيسيه؟ احنا بنقسمها لنوعين، بنقسمها لانيونات
انيونات، ومهم قوي الكلمه دي، مش ايونات لا انيونات اللي هي الانيونز، والكاتيونات اللي هي الكاتيونز. يبقى الاملاح الرئيسيه بنسميها الميجور انيونز، املاح رئيسيه موجوده او مذابه في الماء. بنقسمها لنوعين، بنقسمها لانيونز وكاتيونز. الكاتيونز دي اللي هي الاملاح الموجوده جوه الميه بس دايما لها اشاره موجبه، ليها دايما اشاره موجبه، دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها كاتيون. طيب وفي بقى النوع الثاني اللي عندنا اللي هو الانيونز، دي املاح برضو بس بتكون املاح ايه؟ املاح سالبه في الميه. الاملاح الموجبه زي مين؟ زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي المغنيسيوم، زي الكالسيوم. احنا عارفين دايما احنا لو حتى زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، لو احنا جبنا ازازه ميه وشفنا الغلاف اللي بره هنلاقي مكتوب فيه الصوديوم قد كذا ملي جرام على اللتر، البوتاسيوم قد كذا 6.1 ملي جرام على اللتر مثلا يعني. يبقى في جوه الميه، في جوه كوبايه الميه دي كده مجموعه من الاملاح مذابه في الميه. الاملاح دي ممكن تكون موجبه، اصلها موجب جايه من شحنات موجبه زي الصوديوم وزي المغنيسيوم وزي البوتاسيوم وزي الكالسيوم. في ده موجب 2، ده موجب 2 زي الكالسيوم والمغنيسيوم، موجب 1 زي المغنيسيوم والكالسيوم موجب 2، الصوديوم والبوتاسيوم موجب 1، ده دول بنسميهم كاتيونات. الكاتيونات دي ده موجبه، لكن الانيونات اللي هي السالبه اللي هي زي مين؟ اللي هي زي الكربونات سالب 2، زي البيكربونات سالب 3، زي الكلوريدات او الكلور يعني سالب 1، وزي الكبريتات اللي هي اس او 4 اللي هي سالب 2. طبعا في حقيقه املاح ثانيه بس دول اشهر اربع املاح سالبه انيونز، ودول اشهر اربع املاح موجبه كاتيون. طبعا ممكن يتحدوا مع بعض زي ما احنا عارفين مثلا ان الصوديوم ده ممكن يجي يتحد هنا كده مع الكلور فبيكون لي حاجه اسمها ملح الطعام. ممكن اي عنصر من ده يتحد مع ده، بس اشهر حاجه احنا عارفينها الاثنين دول اتحدوا مع بعض. يبقى انا عندي في املاح جوه الميه لازم اقيسها، لان الاملاح دي لو زادت نسبه كبيره الانسان نفسه مش هيعرف يستسيغ ان هو يشرب الميه دي، او انها ممكن تسبب له امراض لو كان في نسبه املاح عاليه، سواء كانت املاح جايه من شحنات موجبه او جايه من شحنات سالبه. طبعا ايه بقى اللي بيخلي الميه او بيخلي ان الاملاح تزيد في الميه؟ في عوامل طبيعيه وفي عوامل صناعيه. العوامل الطبيعيه زي ايه؟ زي الظروف الجيولوجيه، يعني ان في اماكن فيها صخور، الصخور دي اصلها فيها صوديوم، اصلها فيها بوتاسيوم، اصلها فيها كربون، فالتفاعل اللي بيحصل بين الميه والصخور دي هيمكن يزود الصوديوم او ايه او يقلله. انا اعرف ده منين؟ انا عامل تحليل للميه اعرف ان الميه دي فيها صوديوم عالي او فيها بوتاسيوم عالي او فيها مثلا كلوريد عالي او هكذا. المناخ نفسه، ان انا عندي المناخ نفسه هل هو في درجه حراره عاليه فبيساعد التفاعلات انها تحصل اكتر فبيزود تفاعل الميه مع الاحجار الموجوده الموجوده جوه الميه مع التربه. طبعا انا بقول احجار دي مش شرط تكون حجر صم، لا ممكن تكون تربه نفسها، التربه نفسها فيها نسبه عاليه من الكلوريدات، نسبه عاليه من الكربونات، درجه الحراره العاليه دي ممكن تسرع التفاعل ده، فعلى حسب المناخ بيزود او بيقلل قيمه الاملاح الموجوده في الميه. الجغرافيا نفسها الموجوده عندي، هل الترعه او النهر ده موجود في اماكن حاره ولا في اماكن بارده؟ موجود في قريب من مصارف بتصب مثلا الميه جوه الترعه دي او جوه الانهار دي، فالمصارف دي فيها املاح عاليه فممكن تزود الاملاح الموجوده جوه الترعه او البحيره او البحر او اي مجرى مائي احنا بنشتغل عليه. طبعا برضو الحاجه الثانيه اللي احنا لسه قلناها دلوقتي، ان برضو الانشطه البشريه طبعا دي حاجه طبيعيه، ان الظروف الجيولوجيه او المناخيه او الجغرافيه، كمان الانشطه البشريه زي الصرف الصحي والصرف الصناعي دي كلها ممكن تسبب او بترفع من الاملاح الموجوده في الميه. الصرف الصحي ان انت يعني السيدات في المنزل بيطبخوا فممكن بيكبوا الميه بتاعه الملح بتاعه الشوربه مثلا في الحوض، فهيبقى في املاح عاليه قوي لانها دي في الاخر بتصب فين؟ بتوصل في الاخر في المجاري، في الاخر بتصب في الترعه، فممكن تزود الاملاح. نفس القصه طبعا ده مثال يعني، في امثله كتير. نفس القصه الصرف الصناعي، في صناعه قائمه في الاساس على الاملاح مثلا، او قائمه انها بتنتج نوع معين من الاغذيه او من المواد الكيميائيه، فاما تيجي تصرف البواقي بتاعت الصرف الصناعي ده في نسبه عاليه جدا من الاملاح، سواء بقت املاح وصوديوم،
املاح بوتاسيوم، املاح كلوريد، املاح بيكربونات، املاح كربونات. لو في مثلا مصانع بتاعه انتاج اسمده او حاجه من دي، المخلفات بتاعتها بتكون فيها نسبه عاليه جدا من الكربونات، فالحاجات دي ممكن تزود نسبه الاملاح. طبعا نسبه الاملاح دي مضره جدا لصحه الانسان لانها بتسبب امراض كبيره جدا. يعني احنا عارفين دلوقتي ان اغلب يعني اولاد يعني ابهاتنا او امهاتنا عندهم الضغط وعندهم امراض القلب والحاجات دي، في الاغلب ممكن تكون اسبابها مش اسباب بس نفسيه او حاجه من دي، ممكن تكون اسبابها ان في الميه نفسها املاح عاليه جدا. عشان دي اغلب الناس دلوقتي بتعمل في البيت بتجيب فلتر عشان تحسن شويه من الميه وتقلل من الاملاح الموجود فيها. احنا طبعا ما نقولش ان الاملاح كلها تبقى معدومه الاملاح، الميه معدومه الاملاح، ده غلط تماما، لان الجسم بيحتاج جزء كبير جدا من الاملاح برضه، وما تكونش الاملاح كبيره قوي بحيث انها ما تضرش الايه الانسان. طبعا النسبه دي هنعرف امتى؟ هنعرف في الاخر، بعد كده هناخد حاجه اسمها الجريديانز او الـ او الـ او الـ او الجيد لاينز، اللي احنا عن طريقها بنقول الاملاح الصوديوم بيبقى فوق نسبته قد ايه في الميه، الكالسيوم بيبقى قد ايه في الميه، وهكذا. ده كده بالنسبه للجزء بتاع الاملاح او الايونات الرئيسيه. في حد عنده فيها اي سؤال؟ تمام يا هندسه. تمام. طيب الجزء الثاني او الاول برضه، يعني احنا في كده احنا اما اجي انزل الموقع ممكن اقيس البي اتش، مهم قوي بالنسبه لي. رقم 2 مهم قوي ان انا اقيس الاملاح. انت عندك اجهزه بتقيس الصوديوم، يبقى تاخد الجهاز اللي بيقيس الصوديوم، بيقيس المغنيسيوم، بيقيس الكلوريد، تقدر تقيس ده. في بقى مؤشر ثاني مهم قوي، المؤشر ده بتوع الزراعه او بتوع الري عموما يعني يعرفوه جدا، يعني اي حد بيزرع اراضي زراعيه او مهندس زراعي هيهتم قوي ان هو يقيس حاجه اسمها الهاردنس، او بنسميها الصلاده، او بنسميها عسر الميه. ايه بقى الهاردنس او الصلاده؟ في حد سمع عنه قبل كده؟ حد سمع عن عسر الميه؟ حد سمع عنه؟ زياده الاملاح فيها هندسه عن الحد المسموح مثلا. تمام. لو في املاح زي بس انا املاح بقى، هو في عنصرين جدا، املاح الكربونات او البيكربونات. الكربونات او البيكربونات. طب تعالى نتكلم مع بعض. هو مش شرط كربونات وبيكربونات، هو في عنصرين مهمين قوي او في ملحين مهمين قوي احنا لسه واخدينهم دلوقتي، اللي هم الصوديوم، اللي هم الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم اللي هو Ca، والمغنيسيوم اللي هو Mg، اللي هم بلس 2 دول، اللي هم موجب 2 دول. لو زادوا جوه الميه زي كربونات الكالسيوم او زي كربونات المغنيسيوم، اي حاجه فيها مغنيسيوم او اي حاجه فيها كالسيوم، مجموع الاثنين دول، مجموع الكالسيوم والمغنيسيوم في الميه هو الهاردنس. يعني انا بدل منزل اقيس الكالسيوم لوحده والمغنيسيوم لوحده، لا، هجمع الاثنين مع بعض، لان الرقمين دول لو جمعتهم مع بعض هيدوني حاجه اسمها الهاردنس او صلاده الميه او عسر الميه. ايه بقى المشكله؟ ان الميه يبقى فيها عسر او يبقى فيها هاردنس، يعني الرقم ده لو كبير، لو الهاردنس ده، يعني انا رحت جمعت الكالسيوم مثلا طلع معايا 2 من 100، والمغنيسيوم طلع معايا 5 من 100، يعني مجموعهم 7 من 100، فالرقم ده ممكن بالنسبه لنا كبير مثلا. طب الرقم ده كبير، ايه مشكلته؟ هل المشكله ان الميه يكون فيها الهاردنس كبيره دي فيها مشكله؟ طبعا فيها مشكله. ليه؟ رقم واحد مع بعض كده، اول حاجه انها بتسبب ان الميه تبقى طعمها غير مستساغ، يعني انا ما اقدرش اشرب الميه اللي فيها املاح عاليه، خاصه من ناحيه الكالسيوم والمغنيسيوم. هتيجي تشربها كده هتحس ان طعمها مش طعم الميه العاديه. يبقى رقم واحد ان في طعم غير مستساغ. رقم اثنين، لو انت استخدمت الميه اللي فيها هاردنس عاليه مش هتعرف تمارس الصابون، يعني لما تيجي تفتح حنفيه الميه وتجيب الصابونه عشان تغسل ايدك هتلاقي الصابون مش هيرغي. ليه؟ لان الميه فيها نسبه عاليه جدا من املاح الكالسيوم والمغنيسيوم اللي مش هتتفاعل مع الصابون، فبالتالي مش هتكون الايه؟ مش هتكون الرغوه. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه اللي احنا شايفينه في الصوره ده، او انت حتى لو انت عندك الكتل اللي هو البراد الشاي، لو جيت فتحته بعد ما استخدمته مثلا لمده 5 شهور او 6 شهور او حاجه زي دي، وفتحته هتبص عليه من جوه هتلاقي ان في تكلسات كده من جوه، حاجات بيضه كده. حاجات البيضه دي اسبابها ان الميه، طبعا انت بتحط ميه وتغليها والاملاح بيترسب على الجوانب بتاعه النادي. طبعا الاملاح، الملح بتاع الكالسيوم والمغنيسيوم الموجود جوه الميه بيبدا يتراكم طبعا بعد فترات كبيره، يعني لحد ما يكون ماده بيضاء. الماده البيضاء دي هو اسم بنسميه الكلس، او بنسميه الهاردنس، اللي هو العصر بتاع الميه او الكلس الموجود على البوابات بتاعه الشاي الموجوده جوه المواسير. يعني اعزكم الله، لو حد فتح الماسوره بتاعه الصرف الصحي
وبص عليها بعد فتره طويله بيلاقي ان في حاجات بيضه من جوه. الحاجات دي ممكن تكون سببها هو الاملاح الموجوده جوه الميه، خاصه الملح بتاع الكالسيوم والايه والمغنيسيوم. في الامتحان لما تيجي تسال على الجزء ده هو سؤال واحد بس، هقول لك يعني ايه هاردنس، هتقول له هو مجموع ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم. الزياده الكبيره للهاردنس بتسبب ان الميه تكون طعمها غير مستساغ، هتسبب ان يكون في الصابون مش هيرخي او مش هيبقى فيه صابون يحصل له عمليه رغوه. حاجة تانية انها بتكون الكلس او الكلس او القشور على على الانابيب او في بمضاد او غليات الشاي، فبالتالي دي هتبقى فيها مشكله بعد كده. ده بالنسبه لموضوع الهاردنس او الكلس. طبعا الهاردنس ده بيجي عن طريق ايه؟ بيجي عن طريق ان لو في صخور جيريه، الصخور دي فيها نسبه عاليه من الكالسيوم والمغنيسيوم وحصل تفاعل بينها وبين الميه، هيزيد قيمه الكالسيوم والمغنيسيوم في الميه، فبالتالي ممكن تسبب عصف الميه او الهاردنس للميه. ده كده خلصنا الهاردنس. هنتكلم على حاجه بعد كده، هنتكلم على عنصر تاني بقى، هنتكلم على الاليتي او الاملاح. كده لحد ما الصوره تيجي كده هنتكلم على الاليتي. طيب احنا خدنا من شويه الميجور انيونز اللي هو الاملاح الرئيسيه، وكلمنا على كذا انواع سواء كان كاثيون او الانيون. ايه الفرق بينها وبين بقى السالينيتي؟ حد يعرف الفرق بينها وبين السالينيتي؟ ايه الفرق السالينيتي وما بين الميجور انيونز اللي احنا بناخدهم دلوقتي؟ طيب عشان الوقت بس، عشان مش هنعرف نسال كتير النهارده. السالينيتي ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع محتوى الملح الزائد في الميه. يعني ايه؟ يعني لو انا جمعت كل تركيز الايونات الموجبه والسالبه سواء كانت انيونز او كاتيون او اي املاح موجوده في الميه دي بسميها سالينيتي. اي حاجه بتخلي الميه فيها نسبه املاح دي بسميها السالينيتي او الاملاح. طيب بقيس الاملاح ازاي في الميه، او ايه وحده قياس الاملاح في الميه؟ وده مهم قوي لان احنا هناخده بعد كده. في مؤشر او في وحده قياس اسمها بي بي تي، يعني عباره عن ايه؟ عباره عن بير بارت بير ثاوزند، يعني جزء من الالف. يعني ايه جزء من الالف؟ وانا عندي مثلا لو تخيلنا ان ده مربع كده وانا قسمته الف جزء، عرفت اقسم المربع ده الف جزء. لو انا خدت جزء واحد بس كده فده بسميه جزء من الالف، يعني اكني بالظبط بحسب جزء واحد من الف جزء. الجزء بتاع الملح ده قد ايه من الف جزء ميه؟ هو ده نسبه الاملاح في الميه. طبعا النسبه دي قليله جدا، بس طبعا النسبه دي رغم انها قليله لو زادت في الميه، يعني مثلا بقت 5 بي بي تي مثلا، رقم ده كبير جدا. 10 بي بي تي ده رقم مرعب، 30 40 50 ده رقم كبير جدا. فالجزء من الالف ده وحده قياس الايه؟ الاملاح. مش شرط بس البي بي تي، لا في وحده قياس ثانيه هنتكلم عنها، بس دي اشهر وحده قياس بنقيس بيها قيمه الاملاح في الميه. يبقى ايه الفرق بين الاملاح وما بين الميجر انيونز؟ الميجر انيونز ان انا بقيس عنصر واحد بس، صوديوم بس لوحده، البوتاسيوم لوحده، والكالسيوم لوحده، ودي اسمها عناصر اساسيه. لو جمعتها كلها مع بعض تديني حاجه اسمها سالينيتي. يبقى بدل ما واحد ينزل موقع ويقيس صوديوم بس لوحده، لا، في اجهزه بتقيس الاملاح كلها على بعض. وممكن انا ممكن مثلا مش محتاج اقيس الصوديوم بس او المغنيسيوم بس، فانا بس اكتفي ان انا اقيس السالينيتي، وبالتالي بتقيس لي كل الاملاح الموجوده في الميه. زي ما اتفقنا البي بي تي ده هو اختصار لكلمه بارت بير ثاوزند، لان في الامتحان ان شاء الله او لو في كويز المره الجايه ممكن اسالك اقول لك ايه اختصار البي بي تي، فتقول لي هو عباره عن بارت بير ثاوزند، يعني جزء من الالف. طب في وحده قياس ثانيه اللي هي البي بي ام، دي اصغر شويه، بارت بير مليون، جزء من المليون. يعني ممكن اقيس الاملاح دي جزء من الالف او جزء من المليون. في برضه وحده قياس ثانيه هناخدها بعد كده، بس يعني ممكن برضه نوضح برضه الجزء بتاع البي بي تي ده شويه. هو ايه اللي هو البي بي تي ده؟ عباره عن جرام لكل كيلو جرام. مش احنا عارفين ان الجرام ده ان عفوا الكيلو جرام فيه 1000 جرام، فانا اكني بقول الجرام الملح الواحد قد ايه في الكيلو جرام ميه، ماشي كده؟ اللي هي قيمه الايه؟ قيمه البي بي تي. لو انا عايز احول البي بي تي ده لبي بي ام بقول ان الواحد بي بي تي بيساوي 1000 ايه؟ بي بي ام او بارت بير مليون. التحويلات دي مش مهمه قوي بالنسبه لنا دلوقتي، مش هنحتاجها دلوقتي، نحتاجها بعدين ساعتها هنتكلم عنها. بس اللي عايز تعرفه هنا بس حاجه واحده، ان انا عشان اقيس كميه الاملاح في الميه ممكن استخدم حاجه اسمها البي بي تي، ممكن استخدم حاجه اسمها البي بي ام.
طيب في عنصر تاني او في وحده قياس تانية هناخدها كمان شويه، حاجه اسمها ملي جرام على اللتر. ملي جرام على اللتر يعني ايه؟ يعني انا ما بستخدمش بس جرام، احنا عارفين الكيلو جرام اللي احنا بنحب نشتري مثلا خضار من السوق مثلا بالكيلو جرام، لا انا بتكلم على الملي جرام، مش بتكلم كمان على الجرام، بتكلم عن يعني رقم صغير جدا بالنسبه للتر ميه قد ايه. هو ده على فكره هو قيمه البي بي ايه، هو قيمه البي بي ام. الوحدات دي بس خليها معاك دلوقتي كده، اعرفها بس يعني حتى ما تحفظهاش دلوقتي، احفظ بس ان بي بي ام معناها بارت بير مليون، واحفظ ان البي بي تي عباره عن بارت بير 1000. التحويلات دي لو احتاجناها بعدين هقول لك تبقى معانا ولا لا. طيب احنا خلاص خدنا كميه كبيره جدا من الوحدات، فهنتكلم بس هناخد وحده منهم اللي هي الملي جرام على الملي جرام على اللتر، اللي هي البي بي ام. يعني الارقام دي بالبي بي ام، بي بي ام اللي هو ملي جرام على اللتر، ماشي كده؟ طيب امتى اقدر اقول الاملاح الموجوده في الميه دي مناسبه او لا؟ فقال لك ايه؟ قال لك لو قيمه البي بي ام اقل من 500 دي الماء اللي انا اقدر اشربها. خد بالك مش بي بي تي كمان، بي بي ام مليون، يعني مليون كمان 500 الجزء من المليون، يعني رقم اصغر كمان من ال1000. فساعتها لو اصغر من 500 اقدر استخدمها في الزراعه واقدر استخدمها في الايه؟ في الشرب. عشان كده مهم قوي نحسب الاملاح دي، عشان لو انا لقيت قيمه الاملاح الموجوده في الميه اكبر من 500 تبقى صعب ان انا استخدمها في الشرب او ان استخدمها في الايه؟ في الزراعه. كل ما الرقم ده بيزيد كل ما انا اتجه ان انا تبقى ميه ملحيه. لو احنا فاكرين قبل كده لما جينا قلنا لو في نهر بيصب جوه بحر، يعني لو ده بحر كده، لو ده بحر او ده بحر كده، وفي الاخر هنا في ترعه دي بتصب جوه البحر، كنا قلنا دايما الميه هنا تبقى ميه ايه؟ عذبه، يعني ما فيهاش املاح كتير، يعني ممكن الرقم ده يكون اقل من 500. كل ما بدخل جوه البحر اكتر كل ما قيمه الاملاح تزيد، يعني كل ما ال 500 دي بقت 1000، بقت 2000، بقت 10000، بقت 5000 لما اوصل لجوه ايه؟ جوه البحر. يبقى المنطقه دي احنا بنسميها ميه عذبه، اللي هي البيو ووتر او الناتشرال ووتر، الميه العذبه الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها. كل ما بدخل جوه بيبقى في منطقه هنا اسمها المنطقه الانتقاليه او منطقه ترانزيشن ما بين الميه المالحه والميه العذبه، فيها خلط. وطبعا بيبقى قيمه البي بي عفوا قيمه السلينتي او قيمه السلينتي بالبي ام بيبقى ساعات قيمته اكبر من 500، ما بين 1000 وال 2000 مثلا في الحدود دي. لكن اول ما اوصل للميه المالحه او الميه اللي فيها املاح كتير ممكن القيمه توصل عندي ل 35000. طبعا ده في الاماكن العميقه اكتر اللي فيها نسبه املاح اكتر، نتيجه ايه؟ نتيجه ان الميه فيها قيمه عاليه جدا من الاملاح. كل ما اوصل للقاع كل ما الميه تحتك اكتر بالقاع كل ما قيمه الاملاح تزيد. يبقى نسبه الاملاح في الميه مهمه قوي. ليه؟ عشان ميه الشرب لازم تكون اقل من 500، الزراعه لازم تكون اقل من 500، فمهم قوي ان انا احسب قيمه الاملاح الموجوده جوه الميه. طيب هنتكلم بقى على نمسح بس الجزء ده كله كده عشان ما نلخبطناش. يعني الميه المخلطه دي يا باشمهندس اللي هي اللي بتبقى مخلطه الجزء الصغير ده اللي بنقول عليه البراكش. الميه الملحه اللي هي ما بين الميه المالحه قوي والميه العذبه قوي. اللي هي الباكس ووتر. الباكس ووتر دي اللي هي ميه اللي فيها نسبه املاح عاليه قوي ولا نسبه ميه الاملاح فيها قليله قوي، يعني هي تبقى مثلا ما بين 1000 او 2000، ده نسبه 1000 او 2000 ملي جرام على لتر. دي اللي هي الميه المتوسط اللي هي الانتقاليه او زي ما انت قلت الباكس ميه، الميه اللي هي الموجوده ما بين الميه العذبه والميه الايه؟ المالحه. تمام. طيب زي ما اتفقنا قلنا ان الاملاح الذابه في الميه دي مهمه قوي جدا للانسان عشان يعيش، لان بيحتاج نسبه من الاملاح. لكن المستويات العاليه من الملوحه دي بتبقى ضاره جدا بالنباتات والحيوانات، لان احنا عارفين ان في نباتات ما بتنموش اصلا لو كانت نسبه الاملاح فيها عاليه جدا. ده بالنسبه للاملاح او بالنسبه للسلينت. طبعا اللي بيزود الاملاح ايه؟ حد يعرف ايه اللي ممكن يزود الاملاح في الميه؟ الحاجه اللي ممكن تزود الاملاح في الميه الصرف الصحي، الصرف الزراعي، لو في عمليات تعدين بتصب جوه الميه، كل دي ممكن تسبب عندي ارتفاع للاملاح جوه الميه. طب انا عايز اسال سؤال كده برضه، يعني نشوف الناس اللي معانا كده مصحصحه ولا الناس نامت مننا. هو ايه الفرق ما بين التي دي اس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، التي دي اس والاملاح؟
هل الاملاح هي هيئه الاس ولا مين اكبر وليه؟ لو حد عنده اجابه ممكن يرفع ايده. مين الاكبر بالنسبه لي، التي دي اس ولا الاملاح؟ ايه الفرق ما بين الاملاح والتي دي اس؟ انا قلت نرفع ايدينا ماشي، ما انا ما خدتش بالي يا باشمهندس، الصوت قطع في الحته دي. ماشي يا في حد يا جماعه عنده اجابه؟ التي دي اس اكبر ولا الاملاح؟ ما فيش الا احمد، احمد بس ابراهيم يحيى اللي عارف الاجابه، لكن الناس ما بتعرفش الاجابه ولا الناس مش سامعاني؟ طب اتفضل يا احمد اتفضل. هو التي دي اس المفروض اكبر، لان التي دي اس يعني يشمل الاملاح، الاملاح جزء من التي دي اس. تمام، يعني التي دي اس ده بيشمل اي حاجه معلقه في الميه، مواد عضويه، مواد غير عضويه، طين، طمي، كل ده يندرج تحت التي دي اس، توتال ديزولفد سوليد، مواد موجوده جوه الميه، ممكن تكون مذابه كمان، بس دي مش بس املاح، اي حاجه بتكون مذابه جوه الميه. الاملاح اصغر من الايه؟ من التي دي اس. المياه النقية على فكرة اللي هي النظيفة دي ممكن توصل لدرجة ان تي دي اس يساوي الاملاح، لان الاملاح دي الحاجة الوحيدة الاصغر اللي ممكن تذوب جوه المياه، فبالتالي دايما بنقول ان تي دي اس ده اكبر من الاملاح، لان الاملاح جزء اصلا من تي دي اس. تي دي اس ده بيشمل كل حاجة، بتشمل مواد عضوية، مواد غير عضوية، اي مواد ذابت جوه المياه، حتى لو مش املاح دي بسميها تي دي اس. لكن الاملاح هي بس الاجزاء اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الايونات الموجبه او السالبه، لو جمعناهم مع بعض هم دول الاملاح او السنتي. طيب هناخد برضه عنصر ثاني مهم بالنسبه لنا، اللي هو الاي سي او الالكتريكال كوندكتيفيتي او التوصيليه او التوصيليه الكهربائيه. ايه هي التوصيليه الكهربائيه دي؟ قدره الميه او قدره الميه على توصيل التيار الكهربي، وده بيعتبر مؤشر ممتاز جدا يدل على ان الميه دي فيها املاح وايونات عاليه او لا. طب ليه احنا بنقيسها؟ لان انا لو انا مش عايز اقيس السنتي وعندي قدره او عندي اجهزه بتقيس الكوندكتيفيتي، ممكن اقول كل ما الكوندكتيفيتي رقمها عالي اكيد ان في املاح عاليه، فبالتالي ده مؤشر تاني للايه؟ الميه. يعني لو مثلا انت واحد بقيت خبير شويه في موضوع الميه واداك تقدير على الميه اللي قدامك، قال لك يا باشمهندس الميه اللي قدامي دي فيها توصيليه كهربيه عاليه قوي، فده مؤشر على ايه؟ مؤشر على ان في املاح كبيره قوي. يبقى انا ممكن برضه بدل ما اقيس السلنتي اقيس قيمه الكوندكتيفيتي او التوصيليه الكهربائيه. معايا جهاز في الموقع، انا معيش جهاز بيقيس السلنتي ومعايا جهاز ثاني بس بيقيس الكوندكتيفيتي، فعن طريق الجهاز ده قست الكوندكتيفيتي لقيت قيمه التوصيليه الكهربائيه قليله، فده معناه ان الاملاح قليله. وفي على فكره معادلات بتحول الكوندكتيفيتي دي لسلنتي، بتحول ده لسلنتي عادي خالص. يبقى لو قال لك في الامتحان يعني ايه اي سي كده اختصار الاي سي، قول له دي اسمها التوصيليه الكهربائيه او الالكتريكال كوندكتيفيتي، ده قدره او ده عباره عن مؤشر بيقيس قدره توصيل التيار الكهربي جوه الميه، وده مؤشر ممتاز جدا بيدل على وجود الاملاح او الايونات جوه الميه. طبعا ده بيقيس درجه نقاء الميه، لان الميه لو ما فيهاش املاح كتير بيقول بيبقى الكوندكتيفيتي قليله، لو فيها املاح كتير تبقى الكوندكتيفيتي عاليه. طبعا في حاجه مهمه قوي، كل ما الميه تكون نقي اكتر كل ما بتقل التوصيليه. ليه؟ لان الميه النقيه ما فيهاش املاح كبير، ما فيهاش املاح كتيره، فالتوصيليه نفسها بتقل. عشان كده دايما في ساعات في بعض المعامل بيستخدموا الميه المقطره دي، لانها بتبقى عازله للايه؟ لتوصيل التيار الكهربي، عكس الميه العاديه او الميه المالحه بتقدر توصل التيار الكهربي. وده احنا حتى درسناها قبل كده لما كنا بنجيب سلكين في ثانوي عامه وفي اعدادي نحطهم جوه ميه فيها ملح كتير، فكانت الكهرباء بتايه او اللمبه كانت بتنور لان في توصيليه جوه الميه اللي فيها املاح كتير. وبرضه على فكره كل ما درجه الحراره تزيد كل ما التوصيليه نفسها بتزيد، لان لما درجه الحراره تزيد الميه هتطبخها وتسيب الملح، فبالتالي الملح نفسه تركيزه هيزيد، فبالتالي بيزود من التوصيليه الكهربائيه. كل دي معلومات لو الدكتور لو الدكتوره ساعدتك في الكوندكتيفيتي او لو في سؤال في الامتحان اتكلم على موضوع التوصيليه الكهربائيه. طب انا بقيس السنتي كنا بنقيسها بحاجه اسمها البي بي ام او البي بي تي او الميلي جرام على لتر، كل دي وحدات بتقيس كميه الاملاح الموجوده في الميه، كميه كنت بقيسها عن طريق الوحدات دي سواء كانت البي بي ام او البي بي تي او الميلي جرام على لتر. لكن انا اما اجي اقيس
التوصيل الكهربائي بيقيسها بحاجه ثانيه اسمها المايكرو سيمنز، دي وحده قياس التوصيليه الكهربائيه جوه الميه بنسميها مايكرو. مايكرو يعني اقل من العادي، يعني طبعا في مايكرو وفي ميكرو وفي اسمه ده ملي وفي كيلو، في بقى حاجه اسمها مايكرو او مايكرو سيمنز او اختصارها اللي هي الام دي واس، دي بنسميها مايكرو سيمنز او وحده قياس التوصيل او التيار الكهربي جوه المايه. في حد عنده مشكله في لسانيتي والتوصيلات الكهربائيه يا جماعه؟ في حد عنده اي سؤال فيهم؟ لا تمام. في حد عنده اي مشكله فيهم؟ طيب ده كده خدنا برضو، احنا خدنا بي اتش وخدنا الميجر انيونز والهاردنس وخدنا السالينتي وخدنا الكوندكتيفيتي. هناخد بقى عنصر تاني من العناصر المهمه جدا، وده يعتبر اهم عنصر من العناصر الكيميائيه الموجوده جوه الميه، وهو الدي او او الديزولفد اوكسجين. الدي او او الديزولفد اوكسجين، الاكسجين المذاب في الميه. انا برضه يا جماعه والله بعتذر على موضوع الديلي الموجود في البرزنتيشن، انا شايف حتى قدام الديلي دلوقتي، فيعني بعتذر على ده، يعني اتمنى ان الفيديو ما يبقاش فيه ديلي، يعني اتمنى ده يعني. بس زي ما اتفقت الناس ممكن تكتب ورايا حتى الكلام، وكده كده انت معاك البي دي اف، فهي دي بس حاجه خارجه عن ايدي يعني. طيب نتكلم بقى على الديزولفد اوكسجين او الاكسجين المذاب في الميه. ليه بقى بنعتبر ان العنصر ده اهم عنصر موجود عندي؟ لان ده هو السبب الرئيسي في بقاء او حياه الكائنات الحيه جوه الميه. زي ما احنا بنتنفس الاو 2 او الاكسجين بره الميه، الكائنات الحيه او النباتات او حتى عفوا الكائنات الحيه زي الاسماك او الكائنات الحيه المائيه بتتنفس الاكسجين المذاب في الميه. فدي ده بالنسبه لنا مهم جدا ان احنا نحسبه. احنا بنسميه الاكسجين المذاب او بنسميه الاكسجين المذاب او الديزولفد اوكسجين، ده اختصار للدي او. هو عباره عن ايه؟ هو مقياس لمقدار الاكسجين المذاب في الميه او كميه الميه المتاحه للكائنات الحيه المائيه. انا بحسب كميه الاكسجين اللي ذاب جوه الميه فبسميه دي او. وحده قياسه بالملي جرام على لتر، بيقيس كميه الميه المذابه كميه الاكسجين المذاب قد ايه منه كملي جرام في اللتر من الميه. لو انا عندي مثلا لتر من الميه كده، لتر على فكره وحده قياس حجمي ماشي كده، لكن الملي جرام دي وحده قياس كتله، فبتقيس كميه الاكسجين المذاب جوه 1 لتر من الميه قد ايه. طبعا كل ما الرقم ده يزيد كل ما الرقم ده يكون مهم قوي، ان هو ايه؟ ان هو يكون كتير كميه الاكسجين، لو كل ما تكون مذابه جوه الميه كتير ده مهم قوي بالنسبه لي. اللي هو طبعا بتساوي قيمه البي بي ام، زي ما اتفقنا ان البي بي ام هو نفسه قيمه الملي جرام على اللتر. باشمهندس اتفضل. هو جرام ده اللي هو وزن مكعب جرام من الهواء. وزن ايه تاني كده معلش؟ ده اكسجين يعني، فهو وزن ده. يعني وزن ايه بالظبط؟ وزن كميه الاكسجين، يعني انا اكني بالظبط حسبت الاكسجين ده ككتله. يعني تعرف لو جبت حاجه وفرغتها، جبتها مكعب وفرغته من جوه، يعني وزن الغاز نفسه سواء بقى قد ايه؟ الله ينور، وزن كميه، يعني كميه زي ما اجيب مكعب وفرغه من جوه، فانا بقيس كميه الهواء بالنسبه للمكعب ده قد ايه؟ هو ده الاكسجين المذاب في الميه. زي ما بقيس وزن النيتروجين في الهواء او وزن الاكسجين ده وزنه في الميه قد ايه؟ فاهم كده؟ انا الاكسجين ده انا محتاج دايما ان انا يكون يزيد دايما في ايه العوامل اللي بتؤدي الاكسجين ده يزيد وايه العوامل اللي بتؤدي ان هو يقل؟ اول حاجه تعالى نتكلم الحاجات اللي ممكن تزوده. حاجه ممكن تزود الاكسجين في الميه هي عمليه الحركه او عمليه التقليب، يعني كل يختلط اكتر بالميه كل ما بيسمح ان في ذرات من الاكسجين تدوب جوه الميه، فبالتالي بيزود الاو 2 ده اللي بره يدخل جوه الميه فبالتالي يتحول للدي او. فكل ما الميه يحصل لها عمليه تقليب او انها تكون بتتحرك بسرعه كبيره، زي مثلا الانهار، زي المصبات بتاعه الانهار،
دي بيكون فيها حركه كبيره قوي فبتسمح بالخلط الكبير ما بين الميه وبين الاكسجين فبالتالي بيزود قيمه الدي او. لكن الميه هو كده الميه الواقفه اللي ما بتتحركش ما بيحصلش عمليه تقليب فدي بيكون فيها قيمه الدي او قليله. يبقى اول حاجه ممكن تسبب زياده او نقص الدي او هي حركه الميه، كل ما حركه الميه تكون سريعه كل ما الدي او يزيد في علاقه طبيعيه والعكس صحيح. الحاجه الثانيه بقى ودي علاقه مهمه قوي وهنتكلم عنها بعدين ان في علاقه كبيره جدا ما بين الدي او وزياده الميه وما بين درجه الحراره. بمعنى ايه؟ ما انا لو بصينا على المنحنى اللي موجود على الشمال ده كده الاقي ان في علاقه عكسيه ما بين قيمه الاكسجين المذاب في الميه وقيمه التمبريتشر. بمعنى كل ما درجه الحراره هنا بتزيد اهي كل ما قيمه الدي او بتقل. كل ما درجه الحراره تزيد من اول 5 لحد نص 35 درجه الحراره بتزيد كل ما الدي او بيقل. في حد عنده تفسير للقصه دي يا جماعه؟ ليه كل ما زود درجه الحراره كل ما الاكسجين يقل؟ حد عنده تفسير ليها؟ عشان يعني نتناقش مع بعض. ليه كل ما زود درجه الحراره كل ما الدي او يقل؟ احنا حتى من شويه كنا اتكلمنا عن التوصيليه قلنا كل ما درجه الحراره تزيد كل ما التوصيليه تزيد عشان الاملاح هتركز جوه الميه. طيب ليه بقى كل ما زود درجه الحراره؟ والسؤال ده على فكره يعني كتير جدا بيتسال يعني بيتسال ناس كتير جدا حتى ناس متخصصه على فكره في الميه ده اهم سؤال بالنسبه لي. ليه كل ما زود درجه الحراره كل ما الاكسجين يقل؟ حد عنده اجابه يا جماعه؟ حتى لو انت حاسس انها غلط مش مشكله ممكن نتناقش فيها. هي اكيد ليها علاقه بازاي الميه بتحتوي الهواء جواها لكن ازاي بالظبط بقى ما يعني مثلا اما درجه الحراره تزيد مش ده بيزود التفاعلات الكيميائيه الموجوده جوه الميه؟ في تفاعلات جوه الميه كيميائيه وبيولوجيه بتحصل، تنفس بيحصل مثلا الميه بتختلط مع حاجه بيحصل تفاعل. فكل ما بزود التفاعل ده بيزيد تفاعل التفاعلات الكيميائيه دي بيزيد عمليه الضخ مثلا. يبقى كل ما درجه الحراره تزيد كل ما معدل التفاعلات الكيميائيه بتزيد. يبقى هي عمليه كده متسلسله، رقم واحد بيزيد معدل التفاعلات، اما المعدلات دي تزيد معدل التفاعلات تزيد معدل تنفس السمك جوه الميه يبدا يزيد فيستهلك كميه كبيره جدا منين؟ من الاكسجين. اول ما استهلك كميه كبيره جدا من الاكسجين ايه اللي بيحصل؟ بيقلل من ذوبان الاكسجين جوه الميه. يبقى اللي بيحصل كالاتي كده، ليه لو قال لك ليه كل ما درجه الحراره بتزيد كل ما الاكسجين المذاب جوه الميه بيقل؟ هتقول له لان كل ما درجه الحراره بتزيد كل ما بيزيد التفاعلات الكيميائيه جوه الميه، كل ما بيزيد عمليه التبخر عمليه تطور المواد، كل ما يزيد معدل تنفس السمك، السمك ساعتها هيحصل ان هو يحس بالاجهاد او يحصل ان في تعب فعاوز ياخد اكسجين اعلى. فكل ما يستهلك كميه اكتر من الاكسجين فبالتالي بيقل كميه الاكسجين موجود جوه الميه، بيقل من ذوبان الغازات نفسها جوه الميه، فبالتالي بيقل قيمه الايه؟ قيمه الاكسجين المذاب جوه الميه. يبقى في علاقه عكسيه عندي هنا ما بين الدي او وما بين التمبريتشر. ليه؟ لان كل ما تزيد درجه الحراره هتزيد العمليات البيولوجيه او الكيميائيه جوه الميه، من ضمنها تنفس الاسماك. فكل ما درجه الحراره تزيد السمك يتنفس اكتر فقيمه الاكسجين المذاب جوه الميه يقل اكتر. تمام كده يا محمد؟ اجابه واضحه صح كده؟ تمام جدا يا باشمهندس. لا كده ثبات. تمام. طيب فده برضه من ضمن العوامل اللي بتاثر على الدي او. طب احنا خدنا لو ناس فاكره خدنا برضه حاجه من طبعا من فتره شويه يعني عشان كان في اجازات، بس خدنا سيكشن اللي فات او اللي قبله عمليه بتحصل جوه البحيرات بتقلل الاكسجين والسمك بيموت. حد فاكر العمليه دي كانت ايه؟ الايتروفيكيشن. الله ينور عليك، الله ينور عليك، هي دي الايتروفيكيشن او التخفف او الاطواء الغذائي. احنا خدنا اسمها الايتروفيكيشن. الايتروفيكيشن دي لما اتكلمنا عنها قلنا ان لو في نسبه كبيره جدا من النيتروجين والفوسفور جوه الميه بينمو الاسماك وبتنمو الكائنات الحيه وبتنمو النباتات، بس بعد فتره بتموت بيحصل لها عمليه تحلل. فالتحلل ده محتاج بكتيريا، فالبكتيريا تيجي عشان تعمل عمليه تحلل دي تمتص كميه كبيره من الاكسجين، فبالتالي الاكسجين ايه يقل. برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تقلل الاكسجين الموجود في الميه هو حدوث عمليه او ظاهره الايتروفيكيشن او الاطفاء الغذائي. لو حصل جوه الميه برضه بيقلل من قيمه الايه؟ من قيمه الاكسجين المذاب في الميه، وده اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وده الشرح بتاعها ان في بكتيريا جوه
جوه الميه عشان تحلل المواد العضويه، بتاخد او بتستهلك بتستهلك اكسجين كبير جدا جوه الميه، فممكن نقص الاكسجين ده يؤدي في الاخر لايه؟ الى نمو الاسماك. عشان كده احنا قلنا العنصر ده مهم قوي ان انا اقيسه في الميه، عشان لو قيمته قلت عن حد معين هنبص عليه دلوقتي هيحصل ان الاسماك اللي جوه الميه بتموت، فبالتالي بيحصل ثوره سمكيه كبيره جدا. وكمان في مشكله كبيره جدا البحيره بتحصل لها، الاسماك الكبيره اللي بتموت دي ما بيبقاش في صيد، ما بيبقاش في اي عمليه اي انشطه اقتصاديه جوه المنطقه دي. طيب احنا لسه قلنا دلوقتي قلنا الاكسجين لما يقل ممكن الاسماك تموت. طب ايه الحد اللي عنده اسماك تموت؟ احنا قلنا لما نيجي نقيس الدي او هنقيسها بحاجه اسمها الملي جرام على لتر. طيب فده عباره عن تشارت او منحنى، الراس ده بيمثل قيمه او كميه الاكسجين المذاب في الميه بالملي جرام على لتر. انا عندي حدين فاصلين، حد عند 2 وحد عند 6. يعني ايه؟ يعني لو دي بحيره، عندي بحيره، اي بحيره كده عندي اهي، البحيره دي بقيس فيها قيمه الدي او. الدي او ده لو كان اكبر من 6، يعني رحت عندي جهاز كده، الجهاز ده الكتروني على فكره، بحطه جوه الميه، وناخد كمان شويه ان شاء الله وفتره في سكيشن بعد كده الاجهزه اللي بتقيس الووتر كواليتي بارامتر. الجهاز ده بيقيس الدي او، لو كان قيمه الدي او، وناس تكتب الكلام ده مهم قوي، اكبر من 6 فده حاجه ممتازه جدا، اوكي، يعني دي حاجه كويسه جدا، حاجه ان انا الاسماك هتعيش كويس قوي، والعمليات البيولوجيه اللي بتحصل سواء كانت السمك يبيض وسمك يتنفس ويحصل فيه تكاثر يبقى عمليه طبيعيه جدا ومفيش اي مشكله، وان البحيره دي بحيره طبيعيه وما فيهاش اي مشاكل، طالما قيمه الدي او جوه البحيره اكبر من 6، يبقى كل ما الرقم ده يبقى اكبر من 6 دي حاجه مهمه قوي. يبقى ده اول حاجه اتفقنا عليها، طول ما الميه قيمه الدي او اكبر من 6 مللي جرام على لتر، ورقم 6 ده على فكره كل المنظمات الدوليه وهنا في مصر مجمعين على الرقم ده، كان زمان بيقولوا 5 بس دلوقتي بقينا 6، يعني قلنا ايه؟ قلنا يبقى في قيد اكبر شويه، يبقى الرقم ده لو قيمه الدي او اكبر من 6 فده حاجه ممتازه جدا، ان يعني في كميه اكسجين في الميه مذابه كويسه. الرقم ده لو بدا يقل لاي سبب بقى، سواء درجه حراره زادت، سواء مفيش تقليب للميه، سواء حصل في عمليه اوتروفيكيشن وبدا يحصل ان قيمه الدي او ده يقل، كل ما يقل في مشكله تحصل لحد ما يوصل لاربعة، يبقى في مشكله كبيره، لحد ما يوصل لاثنين يبقى في مشكله سوداء، يعني مشكله اكبر كمان. احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول ان من 6 ل2 بتبدا تظهر حالات الاعياء على السمك، السمك يبدا في مشاكل عنده سواء كانت في التنفس او في العمليات البيولوجيه المختلفه. يبقى من اول 6 لحد 2 السمك ما ماتش لسه، وممكن ان انا انقذه، ان انا اخده وانقذه وانقله اماكن ثانيه فيها اكسجين عالي، بس تبدا تظهر حالات الاعياء على السمك. اقل من 2 في مشكله كبيره بقى. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان السمك بيموت، وما اقدرش في الوقت ان انا الحق السمك، لو وصل قيمه الدي او اقل من 2 ما اقدرش الحق السمك جوه الميه. يبقى دلوقتي نمسح بس الكلام ده كده عشان نبدا نراجع القصه دي بسرعه جدا. 6 بالنسبه لي، اعلى من 6 ده مهم قوي، الاسماك هتعرف تعيش وكائنات الحيه تعرف تعيش وتحصل عمليه التكاثر وعمليه التنفس وكل حاجه. من اول 6 ل2 تظهر علامات الاعياء على السمك، لان ممكن يجي في الامتحان سؤال يقول لك ايه اهميه قياس الدي او في الميه؟ فهتشرح القصه دي، او ايه العلاقه ما بين الدي او والاسماك، كميه السمك في الميه. هتقول له اعلى من 6 الدنيا تمام، السمكه والسمك فيه عمليه تكاثر وتنفس والكائنات الحيه موجوده بنظام بيئي ممتاز وفي توازن في البيئه وكل حاجه. ما بين 6 و2 تظهر عمليه الاعياء، او ان السمك بدا يمرض او يبقى فيه مشاكل في التنفس او العمليات البيولوجيه. اقل من 2 بقى وانت نازل، عشان حتى تشوف الصف ده فيه عمليه جفاف او فيه عمليه في الاخر يعني في موت في الاخر، ان لو قيمه الدي او اقل من 2 بيحصل ان السمك يموت، وفي الحاله دي انا ما اقدرش انقذ او الحق السمك. طبعا لو وصلنا الصفر دي بنسميها الحاله اللاهوائيه، ان اصلا ما فيش ولا اكسجين جوه الميه، ودي معناها ان البحيره دي لازمها عمليه تطهير ولازمها عمليه اعاده تاهيل او اعاده اداره عشان نحاول نرجع الميه تبدا يبقى فيها اكسجين يعني. فده باختصار الاكسجين الموجود في الميه المفروض يبقى شكله عامل ازاي.
زي ما اتفقنا رقم 6 دي اقل منها بتاثر على العمليات البيولوجيه جوه الميه، اقل من 2 ده ممكن يسبب ايه؟ يسبب موت معظم الاسماك الموجوده جوه الميه. كده خلصنا الدي او. في حد عنده اي سؤال فيه؟ حد عنده اي استفسار في موضوع الزود اوكسجين يا جماعه؟ تمام يا باشمهندس. تمام يا جماعه. طيب تمام. هنتكلم برضو على هنتكلم على عنصرين تانيين مهمين عندي اللي هم السي او دي والبي او دي. يبقى احنا كده خلاص خلصنا من الاكسجين وزاد الماء اللي احنا سميناه الدي او. ده كده بيقيس الدي او، ده اللي هو بيقيس كميه الاكسجين وزاد الماء. عندي بقى في عنصرين تانيين او مؤشرين تانيين بقدر اقيسهم جوه الميه وبيدوني برضه مؤشر على الاكسجين جوه الميه، بس ده بالعكس بقى. يعني ايه بالعكس؟ هنتكلم دلوقتي. عندي عنصر اسمه سي او دي، اختصار لكلمه كيميكال اوكسجين ديمون، وعندي مؤشر تاني اسمه بي او دي اللي هو بايو كيميكال اوكسجين ديمون، اللي هو ده بنسميه الاكسجين الكيميائي المستهلك، وده بنسميه تاني ده بنسميه الحيوي الممتص او المستهلك حيويا. ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين، الفرق ما بين السي او دي والبي او دي. ده سؤال بيجي كتير جدا في الامتحانات. لو نتكلم اول حاجه على السي او دي، ده بيحسب كميه الاكسجين الذي تم استهلاكها، وده برضه بيحسب كميه الاكسجين الذي تم استهلاكها. قبل بس ما ابدا اقول الفرق ما بينهم، احنا لما جينا نحسب الدي او كان بيحسب كميه الاكسجين الفعليه الموجوده جوه الميه، يعني بيحسب قد ايه اكسجين موجود جوه الميه. هنا العكس، لا، بيحسب ايه كميه الاكسجين اللي تم استهلاكها. يعني ايه؟ يعني الميه اللي انا بقيسها دي دلوقتي كميه الاكسجين اللي استهلكت قد ايه؟ هو ده السي او دي او البي او دي. يبقى انا وانا في الموقع اما ان انا اكون معايا جهاز بيقيس الدي او فابدا اقيس كميه الاكسجين موجود في الميه، وده كويس قوي، مؤشر مهم جدا. او لو انا مش معايا الجهاز اللي هو بيقيس الدي او ده، بس معايا جهاز بيقيس حاجه ثانيه اسمها السي او دي او البي او دي، دول بيقيسوا ايه؟ لا العكس بقى، بيقيسوا كميه الاكسجين اللي تم استهلاكه او اللي بيستهلك. نتيجه ايه؟ لو انا بشتغل او انا بقيس السي او دي، فانا بقيس كميه الاكسجين اللي تم استهلاكه لاكسده المواد العضويه. احنا عارفين ان في مواد عضويه جوه الميه بتتحول لمواد غير عضويه، واحنا المره اللي فاتت او اللي قبلها اتكلمنا على الفرق بين المواد العضويه اللي فيها كربون والمواد الغير العضويه اللي هي ما فيهاش كربون، ده الفرق ما بينهم. ففي مواد جوه الميه بتتحول من كونها مواد عضويه طبيعيه لمواد ثانيه غير عضويه. عشان تتحول بيحصل لها عمليه اكسده. يبقى الماده العضويه دي ماده عضويه، دي ماده كده ماده عضويه، اهي ماده عضويه تتحول لماده غير عضويه. عشان يحصل التحول ده لازم يكون في عامل مساعد اللي هو المين، اللي هو الدي او او الاكسجين المذاب في الميه. السي ده بيحسب لي ايه؟ بيحسب لي كميه الدي او دي اللي ساعدت المواد العضويه تتحول لمواد ايه؟ غير عضويه. اتفقنا ولا فيها مشكله؟ يبقى السي او دي ده بيقيس كميه الاكسجين اللي تم استهلاكه عشان المواد العضويه الموجوده جوه الميه. المواد العضويه دي مثلا زي اي حاجه فيها كربون، يعني اي حاجه فيها كربون ماده عضويه. طبعا لو في كميه مواد عضويه كتيره يبقى هحتاج اكسجين كتير عشان يحولها لمواد غير عضويه، فكل ما المواد العضويه تزيد كل ما السي او دي يزيد وهكذا. طيب ايه بقى الفرق ما بينه وبين الدي او البي او دي؟ هو برضه هو السي او دي بالظبط، بس لو كان في بكتيريا. يبقى الفرق ما بينهم في كلمه البايو دي، هنا في بايو كيميكال لكن هنا في كيميكال بس. لو العمليه تمت من غير البكتيريا دي بسميها كيميكال، عمليه كيميائيه خالصه، تفاعل كيميائي، 1+1 بيديني حاجه، اتش زائد او اتش بيديني اتش 2 او، نفس القصه كده، تفاعل كيميائي، ده بسميها سي او دي. لكن لو حصل ان انا عندي كائنات حيه زي البكتيريا هي اللي بتحول او بتحلل المواد العضويه، في الحاله دي المواد دي بتستهلك اكسجين، فاقدر عن طريق قيمه البي او دي دي اقيس كميه الاكسجين اللي تم استهلاكه نتيجه عمليه التحلل بواسطه المين؟ بواسطه البكتيريا. طبعا ده كله بيحصل في ظروف معينه، مش بيحصل يعني مش بيحصل طول النهار كده وخلاص، لا، بيحصل تحت درجه حراره وظروف معينه. بقدر احسب قيمه السي او دي
وبحث قيمه قيمه البي او الاثنين مشتركين في المواد القياس هم الملي جرام على لتر وده خاص بالملي جرام على لتر زي الدي او برضه بالملي جرام على لتر الدي او ده عشان ده مفيش بكتيريا يعني مفيش كائنات حيه عايشه ففي الاغلب هو بيقيس تاثير الصرف الصناعي لكن ده عشان فيه بكتيريا ففي الاغلب بيبقى مصدرها جاي من الصرف الصحي فده مؤشر جيد لتلوث الصرف الصحي بمعنى ايه بمعنى لو انا عندي تبعه ورحت قست فيها قيمه البي او دي وقيمه السي او دي لو لقيت قيمه البي او دي كبيره فاكيد مصدر التلوث هنا جاي من الصرف الصحي عشان الاغلب البكتيريا والحيوانات والكائنات الحيه الدقيقه دي تبقى دايما جايه او ماشيه مع مين مع الصرف الصحي اللي جاي من المنازل وهكذا لكن لو انا رحت قست البي او دي والسي او دي لقيت قيمه السي او دي هي الاعلى هي الكبيره فده معناه ايه معناها ان الصرف الاساسي هنا هو صرف صناعي يعني هيبقى في مواد هي صرف صناعي وبتحول عن طريق مين يعني عن طريق اي تفاعلات دي مواد غير عضويه يبقى البايو او البي او دي ده مؤشر جيد للصرف الصحي لكن السي او دي ده مؤشر جيد للصرف الايه الصرف الصناعي الاختبار اللي بيتم عشان احسب مين السي او دي ده بياخد ساعتين يعني باخد العينه من الموقع وهرجع المعمل بالظبط ساعتين هطلع النتيجه كأنك واحد تعمل تحليل دم مثلا لكن البي او دي ده لا بياخد وقت شويه بياخد حوالي 5 ايام لانه له طريقه معينه طريقه حفظ معينه بحيث ان انا النتيجه بعدها تظهر بعد فتره يعني تاخد حوالي 5 ايام عشان في الاخر تطلع النتيجه بتاعه الايه بتاعه المؤشر ده ان هو في الاخر يطلع قيمته عامله ازاي فده الفرق ما بين قيمه البي او دي والسي او دي انا هسال سؤال بس عشان نشوف الناس يعني فهمت معايا ولا يعني في لسه مشاكل وعايز اسال سؤال بس والناس تجاوبني بس لو زادت المواد العضويه جوه الميه السي او دي هيزيد ولا يقل لو المواد العضويه زادت جوه الميه السي او دي هيزيد ولا هيقل معايا مايكل مايكل ماشي يا احمد معايا مايكل في مشكله في المايك ولا ايه طيب خلاص ماشي ممكن نعمل ميوت خلاص محمد ربيع خلاص المايك خلاص ماشي ممكن محمد ربيع عبد الحي معايا معايا ولا انا مين طيب خلاص نعمل ميوت مش مشكله طيب دلوقتي كل ما دي طب ايه العلاقه ما بين الدي او والسي او دي والبي او دي هل هي علاقه طبيه ولا علاقه عكسيه العلاقه ما بين السي او دي والبي او دي والدي او هل كل ما السي او دي والبي او دي يزيدوا الدي او يقل ولا علاقه طبيه حد عنده اجابه نسال تاني يا باشمهندس السؤال تاني بقول لك كل ما الدي او دي يزيد كل الدي او يقل ولا العكس علاقه بينهم ايه بين الدي او بين الدي او والبي او دي مثلا الدي او والبي او دي عكس يا باشمهندس والمفروض انا عايز حد غير احمد علوان انا عايز حد غيرك يا احمد يعني كل ما الدي او يزيد كل ما البي او دي يزيد ولا العكس استنى الاجابه يا جماعه طيب انا يعني علاقه عكسيه ولا طبيه عكسيه طبعا لان احنا قلنا الدي او ده بيقيس كميه الاكسجين المذاب جوه الميه لكن الدي او ده بيقيس كميه الاكسجين اللي تم استهلاكها يعني بيقيس المستهلك مش بيقيس الموجود في علاقه عكسيه الرسمه دي هتوضح لنا القصه دي ايه الرسمه دي تبعه عاديه خالص تبعه اهي دي تبعه ماشيه الميه ماشيه في الاتجاه ده كده عادي خالص وهنا في بوينت سورس لكن البوينت سورس والنمبر ده عباره عن ماسوره صرف صحي او افلاس ماسوره صرف صحي بتصب هو التبع تعال نبص كده على قيمه الدي او ده قيمه الدي او انا كان 8 اهو ده قيمه الدي او اهو الدي او كان قبل ما يجي الصرف الصحي ده كان على 8 فلقينا فشايفين الاسماك عايشه اهي بسلام وامان وكل الدنيا تمام بالنسبه لها
وقيمه البي قيمه الدي او اللي هو الدروب اوبشن هو 8. فدي حاجه كويسه قوي. اول ما حصل الملوث جه هنا كده ايه اللي حصل في الدي او نتيجه وجود الملوثات؟ نفس اكتر عشان في ضغط عليها فبالتالي استهلكت جزء من الاكسجين فبدا قيمه الدي او ما يحصل له ايه يحصل له ال 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 ال. طبعا كل ما يحصل خلط بين الميه اكتر هنا خلط ما بيحصلش على طول هنا دايركت هنا لا بيحصل بعد فتره ممكن يحصل بعد 100 كيلو عفوا 100 متر او 500 متر ممكن يحصل التفاعل ده فبالتالي كل شويه لان قيمه الدي او ال ال ال. طيب بعد فتره هيحصل عمليه خلط الميه بقى تبدا بقى ايه تبقى انضف شويه بعد كده فيرجع الدي او يرجع تاني لطبيعته يبقى 8. يبقى ايه تاثير المخلفات او الصرف الصحي على الدي او؟ ان الدي او كان جاي 8 ممتاز اعلى من 6 هو يبقى كويس والاسماك كانت عايشه. جه بعد ما المخلفات نزلت حصل بقى دي طبعا مش عارف يعني دي شرحها طول شويه فمش هشرحها دلوقتي يعني بس حصل ايه بقى؟ حصل ان المخلفات دي قللت من قيمتها كمان فلاقي الاسماك اللي بدات تبقى شكلها اصغر او تبقى يعني تموت اكتر او تبقى اقل. لكن بعد فتره ما يحصل عمليه ريكفري او يحصل عمليه معالجه او يحصل عمليه تقليب للميه او عمليه تخفيف للمذوب الملوث عفوا كل ما يمشي بالميه كل ما يخف اكتر فيرجع الدي او طبيعي زي ما هو والاسماك ترجع زي ما شفنا اهو الاسماك تبقى كويسه زي ما هي وما حصلش مشكله. العكس بقى البي او دي تحته البايوكيميكال اوكسجين ديموند البي او دي ده البي او دي ايه اللي حصل بقى؟ كان قليل وده كويس قوي. يعني ايه قليل؟ يعني ايه قيمه البي او دي قليله؟ يعني ان كميه الاكسجين المستهلك قليله ما فيش كميه اكسجين بتستهلك بصوره كبيره عشان المواد العضويه تحول لمواد غير عضويه ما فيش مواد عضويه كتير ما فيش استهلاك كتير للاكسجين فالسمك عايش اهو ما فيش كميه اكسجين بتستهلك كتير فعشان كده هو لاقي اكسجين يتنفس بيه. اول ما حصل وجيت بقى البايب دي او المصوبه دي وهي بتنزل المخلفات قيمه البي او دي رفع مره واحده. ليه رفع مره واحده؟ لان بقى في ملوثات بقى في مواد عضويه موجوده جوه الميه وبقى في البكتيريا دي عايزه تعمل اكسده او عايزه تعمل تحلل للمواد العضويه الموجوده في الميه فتعمل ايه في الاكسجين؟ تقلله فتزود كميه الاكسجين المستهلك فقيمه البي او دي زادت وقيمه الدي او اي قلت. نفس القصه اللي هتحصل الاكسجين بدا يقل وبعدين يزيد او مش بدا زاد بسرعه عاليه قوي وبعدين يحصل تخفيف للميه تخفيف العفو للملوث وتاثير الملوث يبدا يقل فكل ما تخفيف الملوث يبدا يقل كل ما قيمه البي او دي تبدا تقل لحد ما تبقى اقل حاجه او ترجع تاني للمستوى الطبيعي. رجع تاني للمستوى الطبيعي معناها ايه؟ معناها ان ما فيش اكسجين كتير استهلك معناها ان في اكسجين موجود في الميه معناها الاسماك تقدر ايه؟ تقدر تعيش. ليه انا بشرح القصه دي؟ لان ده اهم حاجه هيدرسها بعد كده برضه المهندس اللي هو له علاقه في موضوع التلوث ان المنطقه دي لازم نحسبها قد ايه. ليه؟ عشان المنطقه دي لازم اعملها عمليه معالجه لازم ابدا احل المشكله في المنطقه دي لان المنطقه قبل الملوث وبعد الملوث بمسافه كيلو مثلا او 2 يعني اتمنى يكون الشرح ده يعني وضح لنا الفرق ما بين قيمه البي او دي. حد عنده اي سؤال ثاني يا جماعه في الحته دي؟ حد عنده سؤال في الفرق ما بين السي او دي والبي او دي؟ طيب اتمنى تكون الايه الموضوع وصل بصوره واضحه. طيب هناخد بقى بعد كده هنتحكم ونقفل على كده ونكمل على النيوترينز او المغذيات. دي برضه تعتبر من عناصر الكيمياء المهمه جدا اللي احنا لازم نشتغل عليها. طبعا احنا مش اول مره نسمع عن الكلمه دي، احنا سمعناها لما جينا شرحنا الايتروفيكيشن كنا سمعنا عن القصه دي قبل كده. المغذيات زي ايه مغذيات خدناها قبل كده؟ زي حاجتين زي النيتروجين والفوسفور. يبقى هي المغذيات دي عناصر اساسيه لنمو الكائنات الحيه الموجوده جوه الميه. سواء كانت حيه زي الاسماك او الـ الكائنات الحيوانيه الموجوده جوه الميه او النباتات بتحتاج ليه زي الهيدروجين زي الاكسجين زي النيتروجين زي الفوسفور
زي البوتاسيوم عشان تعمل عملية البناء الضوئي وعشان تستمر. لكن احنا مش هنتكلم على كل العناصر دي، مع ان العناصر دي كلها تعتبر من المغذيات. هنتكلم على اشهر اثنين، هنتكلم على النيتروجين وهنتكلم على الفوسفور. ايه هو بقى النيتروجين وايه هو الفوسفور؟ احنا كان معانا كلمه الفوسفور. الفوسفور ده طبعا من اهم المغذيات الموجوده جوه الميه، وبيكون موجود بشكل طبيعي. يعني في دوره اسمها دوره الفوسفور، في موجود احجار فيها فوسفات، بيكون في اي مخلفات جايه من صرف بيكون فيها فوسفور بينزل جوه الميه. فبالتالي ممكن يكون موجود جوه الميه اما بشكل طبيعي عن طريق احجار الصخور او التربه اللي كده كده بيكون فيها فوسفور، او جاي من الصرف الصحي اللي بيكون فيه فوسفور. طب ده غني جدا او عنصر اساسي جدا لتغذيه جهاز الاسماك الموجوده جوه الميه، بتغذى على الفوسفور. النباتات نفسها عشان تنمو وتكبر وتعمل عمليه البناء الضوئي بتحتاج لايه؟ بتحتاج للفوسفور. بيكون الفوسفور ده موجود اما بصوره عضويه، يعني متحد مع الكربون، او بصوره غير عضويه. وهنكون كده واضح؟ بيقطع برضه. اشهر شكل كيميا عضو للفوسفور هو الفوسفات، اللي هو برضه بيقطع. طيب اشهر شكل عضوي للفوسفور هو الفوسفات، اللي هو البي او 4. ده يعتبر اشهر حاجه بنسمع عنها، يعني او عنصر بيعبر عن الفوسفور جوه الميه، اللي هو ايه؟ اللي هو الفوسفات، البي او 4. الحاجه الثانيه او المغذيات الثانيه المهمه قوي، اللي هو النيتروجين. نفس القصه، زي ما الفوسفور موجود بصوره طبيعيه جوه الميه، في برضه نيتروجين بيكون موجود جوه الميه. النيتروجين ده بيكون موجود بصوره طبيعيه، اما ان يكون برضه موجود في التربه بتغذى عليه النباتات وبعدين بتغذى عليه الاسماك، او ان هو يكون جاي من الصرف الصحي مثلا، او الجاي من الاسمده او الصرف الزراعي، بيكون فيها نسبه من النيتروجين. طبعا مش لازم تكون نسبه كبيره، اي نسبه، بس بيكون في دوره بتحول من صوره لصوره ثانيه. احنا عارفين مثلا في حاجه اسمها النقلات، حاجه اسمها NO2 NO3 NH4، دي كلها بتبقى صور من صور النيتروجين. طبعا هو المفروض ان ده شرحها، طبعا نلبسه لان احنا الدكتور مش هشرحه في المحاضره، بس نكون عارفين ان في دوره للنيتروجين جوه. كل عنصر او كل كائن حي موجود جوه الميه بيستفيد من النيتروجين بصوره اخرى جوه دوره. زي ما في دوره مائيه، في بحر وفي نفح وفي تحتي برضه دوره جوه الميه، ان ده بيتحول النتبات، بيتحول نيتريت، دي دوره جوه الميه. اهم حاجه بالنسبه لي تعرف ان هو اهم حاجه ان هو عنصر غذائي مهم جدا، بالذات الحلب الموجوده جوه الميه دي اللي بعد كده بتغذى عليها الاسماك وبالتالي مهمة جدا للميه. العنصر الاساسي واللي بيأثر في النيتروجين عندنا في حاجه اسمها NO2، عندنا في حاجه اسمها مش واضح خالص يعني مثلا لو جه مثلا سؤال قال لي ايه الفرق ما بين O2 وال NO3؟ يعني O2 زي ما موجود قدامنا هنا، عباره عن NO2 بيقطع بيقطع، دي كلمه قليله يا باشمهندس. صوت مش موجود يا باشمهندس. احنا قلنا لك يا باشمهندس انه البصوص بيقطع تقريبا من دقيقتين، يعني لسه اصلا حضرتك دلوقتي واسمع مقطع من اول. طيب كفايه كده النهارده يا باشمهندس. هو كمان دلوقتي بقى ساعه الفطار يا باشمهندس، هتلاقي كله شغل التلفزيونات وعلى النت بقى، فهتلاقي النت دلوقتي تقيل جدا. فممكن انا شايف الفتره صفحتين بس تقريبا، ممكن نبدا بيهم السكشن الجاي على طول. خلاص.
ما عنديش مشكلة. أنا هخلص بس السلايد دي ونبدأ السكشن الجاي. خلاص ما فيش مشكلة يا جماعة. إحنا ممكن نكمل الجزء اللي جاي إن شاء الله في السكشن. أنت سامعني؟ أيوه بس من إلى حد ما يعني سامعينك، يعني بيوصل لنا كلام. طيب خلاص. خلاص إن شاء الله هنقف عند كده، هنقف عند كده مش هنكمل عشان بس الموضوع ده. ومعادنا ان شاء الله في السكشن الجاي. بس في حاجه مهمه قوي لازم نقول عليها قبل بس ما نفصل ده خالص كده.